السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديرو تحلية بذوق الكراميل، وراح نخدمو ديكوجيل بذوق الكراميل صنع منزلي. يجي ما شاء الله يمد واحد الذوق للتحلية بزاف بنين. نبداو بسم الله. في كسرونة راح ندير 3 كيسان تاع الحليب، ساعة الكاس 240 مليلتر، يعني اكثر من نص لتر. شوفوا يعني فايت نص لتر غير بشويه. راح نضيف عليهم 2 مغارف كبار تاع الفلون بذوق الكراميل، فلون بذوق الكراميل، 2 مغارف يكونوا معمرين مليح ولا يكونوا بومبي. والاضافه اللي راح نضيفها، شتو هذاك الكراميل اللي يجي مع الفلون، راح نضيفه ونستغنى نهائيا على السكر. انتوما اذا ما كانش عندكم واش ديروا؟ ديروا مغرف كبيره تاع السكر، هذا ما كان ما تكثروش السكر البنات باش ما تجيكمش حلوه بزاف. انا ضفت الكراميل واستغنيت تماما على السكر، مد الذوق هايل، يعني زدت عززت الذوق تاع الكراميل. ضفت عليهم 2 مغارف كبار يكونوا معمرين مليح تاع المايزينا، ما يكونوش بومبي البنات وما يكونوش ممسوحين، عمروهم عادي. نخلط هاد المكونات كامل كيف كيف حتى ينسجموا، واللي تحب تضاعف المقادير تضاعف كلش. وهذاك الكراميل اذا ضاعفتوا المقادير عادي ديروا وحده كراميل وديروا مغرف كبيره تاع السكر. الا هنا درتو على النار حتى وين عقد لي، شوفوا جا ما شاء الله. وراح نجيب لهنا لي فيغين تاوعي. ملاحظه جد مهمه قبل ما تروحوا تخدموا هاد الطبقه الاولى التحليه ديالكم، يعني قبل ما ديروها على النار روحوا وجدوا لي فيغين تاوعكم، باسكو علاش؟ هي تمتم راح تتماسك وتجمد. شوفوا لهنا كي عقادت، جبت لي فيغين تاوعي. واي نوعيه تستعملوها، ننصحكم برك استعملوا لي فيغين يكونوا شويه صغار. وراح نفرغ بلا ما نلحق للفوق، يعني ندير هكاك نص تاع الكاس كيما راكم تشوفوا. انا هاد الكميه عمرت لي 4 تاع لي فيغين، الحجم تاعهم كبير. علاش؟ باسكو راح نخلي كميه واحد اخرى نسحقها من بعد. شوفوا عمرت لي 4 وخليت كميه حوالي نص كاس هذاك اللي بدينا باللي كيلنا به الحليب. وراح ندير في هاد نديرو في هاد الغيسيبيون نغطيه ونخليه في الكونجيلاتور، لازم نديرو في الكونجيلاتور، هو راح نخدم به من بعد. نمروا نحضروا ديكوجيل تاعنا. طريقه تاع الديكوجيل كنت خدمتها معكم مسبقا، وهذه وصفه واحده اخرى تاني يجي ما شاء الله. عندي نص كاس تاع الماء عادي بكاس تاع 240، راح نضيف عليه مغرف كبيره تاع فلون بذوق الكراميل، ومغرف كبيره ممسوحه جدا ممسوحه البنات تاع النشا ولا المايزينا، وربع مغرف صغيره تاع باتاغون بذوق الكراميل. اذا ضعفتوا المقادير ضعفوا كلش. المايزينا ديروا 2 مغارف ممسوحين ولا ديروا مغرف بومبي، يعني تكون معمره مليح. هكا نخلط هاد المكونات كامل كيف كيف. هكا لازم نحلو هذيك المايزينا مليح في الماء ديالنا. ونديرها على النار حتى وين تعقد لي. شوفوا كيفاش تولي تجي ما شاء الله، يعني الديكوجيل هذا يجي بزاف هايل. شوفوا وتستحقوه في لي طاقت في التحليات، يعني تزينوا به شحال من حاجه. شوفوا كيفاش داير بزاف هايل. والادواق اللي تحبوهم ديروهم، بدلوا برك هذيك المغرف تاع الفلون ديروها باي ذوق تحبوه. وهذه الكميه انا خدمت قسمه ناقص التحليه، وانتم تقدروا تضعفوا المقادير. راح نحطها في هاد الطبسي ونخليها تبرد، وكي يبرد يزيد يحكم روحو. نعاود نولي نجيب التحليه تاعي، لازم تكون دارت هذيك الطبقه من الفوق وتكون بردت شويه، ما ديروهاش سخونه. وراح ندير الطبقه من الديكوجيل هذاك، يمد منظر بزاف شباب وتاني يمد ذوق روعه للتحليه. نوزعه كامل
بهذا الشكل، وراح نخلي كمية صغيرة. شوفوا يجي ما شاء الله، وراح نخلي كمية صغيرة راح نديرها في التزيين مع الاخر كامل. وتاني ملاحظة، تقدروا كامل ما ديروش الطبقة هذه الاخرانية اللي راح نديرها، يعني تكتفيوا بهذه الطريقة، يجوا بنان وبزاف هايلين. عندي لهنا شوية تاع مكسرات، انا صراحة كان عندي اللوز، وانتم اذا عندكم الكاوكاو استعملوا الكاوكاو، حمصوه شوية ورحيوه يكون خشين، وراح نديرو كطبقة. وتقدروا تعوضوه باي حاجة، بالمونغوتي، بالمادلان، بالقاطو، بالقفرات، كيما تحبوا. انا فضلت المكسرات، وانتم واش عندكم في الدار ديروا، ولي ما عندهاش كامل تقدر تستغنى عليه نهائيا، ما دير والو. في هذه المرحله راح ندخلهم فريجيدار يبردوا مليح، ومن بعد نكملوهم. نعاود نجيب هذيك الكميه اللي كنت دايرتها في الكونجيلاتور، نلقاها تماسكت مليح، راح نضيف عليها نص كاس بودرة الشونتيي، نص كاس. نوعيه الشونتيي المليحه هي كريستال، يعني نوعيه هايله، ومام كاين نوعيه شابه بلونش ناج تانيك بزاف هايله، وراح نطلعها بالباتر. لهنا ملاحظه جد مهمه، مع الاولاد ديروا غير هذيك الكريمه والشونتيي، وشوفوا نوعيه الشونتيي تاعكم اسكو مليحه ولا لا. لا اذا كانت نوعيه جيده شوفوا البنات، يعني تجيكم عقده، لازم ديروا لها حاجه سائله، حليب ولا الماء. وكاين شونتيي كي تكون عيانه غير بهذاك هذيك الكميه تاع الكريمه اللي خليناها راح تجيكم عادي. شوفوا انا لهنا حسيتها راهي ثقيله بزاف، ضفت لها اقل من ربع كاس تاع الحليب، وانتم ضيفوا بشويه وشوفوا، يعني ضيفوا بالمغرف الكبيره وشوفوا، تتحصلوا على قوام يكون خفيف وشايد روحه. هذا هو القوام ديالها، والذوق تاعها روعه بزاف بنينه هاد الكريمه. شوفوا خفيفه وشايده روحها. نروح نديرها في بوش جوتابل بهذا الشكل. التحليه تاعي راهي بردت، وراح نديرها كطبقه اخيره، نديرهم كامل، نزيد نزينها بشويه تاع هذاك الديكوجا اللي خليته وشويه تاع اللوز، وراح نتلاقاو في صحن التقديم. وهذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم، اللي هي تحلية بذوق الكاغامال والديكوجيل، جات ما شاء الله شكلا ومذاقا، يعني تحلية بسيطة جدا والمذاق تاعها اكثر من روعة. شوفوا الشكل تاعها عن قرب، شوفوا جات ما شاء الله. دوك ندوق لكم منها. هذاك الطبقه الاولانيه تلقاها متماسكه مي خفيفه، طبقه تاع الديكوجيل تجي حاكمه روحها، مي غير ديروها في فمكم راح تذوب، ما تجيش يعبس الديكوجيل. شوفوا روعه، يعني تحليه قمه في البنه، ننصحكم تجربوها. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم شكرا على المشاهده، الى وصفه لاحقه ان شاء الله. سلام.